السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبيبنا الكرام في فيديو جديد على قناتكم المفضلة، طبعا قناة خيط بنفسك. أنا أبو يوسف. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنشرح مع بعض إزاي نجسم أو نأيف بدلة عسكرية أو أفرول ميري زي ما بنقول كده، أيا كان المسمى بتاعك في بلدك. أول حاجة أنا باخد المقاسات على الشخص اللي قدامي، تمام؟ بعد كده أنا بشوف التجسيم بتاعي، انا هجسم من الوسط قد ايه، ومن عند الهانش قد ايه، ومن تحت الباط قد ايه، وكم قد ايه. ولازم اخد بالي ان الراجل هو بيشمر الكم بتاعه كده، علشان لو هيتوضى ولا حاجة ما يبقاش الكم ضايق عليه قوي، ويبقى فيه عقبة مضايقة في الكم. بعد كده انا بشوف الوسط بتاعي، الوسط بتاعي اللي بيبقى ليه تضييق معين، علشان بزود منه شوية كده، ومن تحت بقلل شوية علشان الهانش بتاعي بيبقى أعرض، تمام؟ إلا إذا بقى يعني الوسط ده بعمله لو واحد ليه بطن ولا حاجة كده، بطنه هنا مليانة، فبحاول إن أنا أخلي يعني النزول كله بالخياطة ينزل يبقى واحد. كذلك الكم، موضوع الكم يا شباب، بعمل هنا يعني تضييق، بعلم علامة، بلبس الراجل الكم، وباخد بالي وأنا بضيق بطلع على مفيش كده، او على قد الوسع بتاع الكم بتاع الشخص اللي قدامي، يعني بالبلدي كده. لو الكم محتاج يتأثر هنقصره طبعا، اما التضييق بنضيق كده بالشكل ده. ولازم اراعي ان الانسان اللي قدامي هو بيشمر كده علشان يتوضى، لازم ياخد بالي من الجزئية دي قوي، ما يكونش الكم ضايق عليه. بطلع بالوسع بتاع الكم، بعمل باخد المقاس بتاع دي كده، تمام؟ وهو لابس الكم كده، بسحب الكم الحاد فوق كده على المسافة دي، وبعد كده بعلم التضييق، تمام؟ وبعمل سكوتش توسيع وتضييق للكم عادي خالص، مفيش مشكلة لو عايز يوسع أو يضيق. بعد كده أنا بشوف الشعرات برضو، الناس اللي بتتلخبط في الاتجاهات بتاعت الشعرات سهلة جدا برضو، إن شاء الله هنشوفها مع بعض، وفي اتجاه يمين واتجاه شمال، وكل حاجة هنعملها مع بعض بسلاسة كده وبسهولة. طبعا البنطلون، نخش في البنطلون كده. البنطلون طبعا انا بخلع السوستة بتاعته، بخلع الزراير بتاعته علشان هركب له سوستة، تمام؟ والعراوي طبعا اللي هي دي الاكسات دي او العراوي ايا كان المسمى، بصغرها شوية، فكها عشان اصغرها شوية علشان القايش الصغير، والدنيا تبقى يعني القايش كده يبقى ماسك في العروة كويس والدنيا تمام. الحجر لو مظبوط ما بعملش حاجة في الحجر، تمام؟ والوسط كذلك لو مظبوط ما بعملش حاجة فيه برضو، تمام؟ علشان برضو الوسط ده برضو هشرح لكم، لو يعني الوسط لو واسع ازاي نضيق، طريقة سهلة برضو وبسيطة، علشان زي ما انتوا شايفين الخياطات كلها متقفلة مكانتين، تمام؟ فالناس اللي بتختار هضيق منين او هجسم منين، ان شاء الله بإذن الله هشرح لكم الحاجات دي كلها، تمام؟ وبالنسبة للفخذ، تمام؟ انا بعلم الراجل بيبقى لابس قدامي الافرول او البدلة دي، وبجسم على قد ما هو عايز بالظبط. عايز الرجل 17 من تحت ماشي، عايزها 18 ماشي، على حسب ما يعني، مثلا عايزها 20، على حسب التجسيم اللي الشخص بيفضله وبيحبه، تمام؟ كده يبقى احنا يعني شرحنا شرح مبدئي لكل حاجة. نخش بقى في العملي. اول حاجة الشعرات، الشعرات بتاعتي انا طبعا الشعرات دي خشن وناعم، الكلام ده لو فيه الشعرات دي جاية راكبة فيها الناعم بس، بشتغل بقص خشن بس، تمام؟ أما لو جاية فاضية زي دي اللي أنا هشتغل عليها ما فيهاش ولا خشن ولا ناعم، بشتغل على الاتنين على طول، بقص الاتنين مع بعض، وبحاول إن أنا مهدرش السكوتش دوت، تمام؟ يعني برسم كده بالقلم علشان ما يحصلش أي تهدير معايا، تمام؟ ناس طبعا اللي هي أول مرة تشوفنا ما تنساش طبعا تدي لايك للفيديو على طول مباشرة دلوقتي وانت بتشاهد الفيديو، وما تنساش طبعا بعد ما تشاهد الفيديو الاشتراك في القناة بتاعتنا، عليها جميع الشروحات، اي حاجة تتخيلوها موجودة ان شاء الله على القناة بتاعتنا، تمام؟ نتشرف فيكم دائما يعني، تمام؟ قص وخياطة لكل شيء بفضل الله، حريمي ورجالي وجميع انواع، وان شاء الله بإذن الله يعني شروحاتنا مستمرة. اللي عايز اي شرح معين لأي حاجة معينة يكتب لنا كده في كومنت كده، وعايز شرح لحاجة معينة، قص أو تفصيل، إن شاء الله بإذن الله بنلبي طلبات مشاهدينا كلهم بفضل الله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده أنا برسم
كده بحدد كده بالقلم كده علشان الدنيا تبقى سهلة معايا في القص، وعلشان السكوتش يبقى قد الشعرات بالظبط، ما يكونش لا كبير ولا صغير. بجيب الشعرات كلها زي ما انتم شايفين كده، وطبعا الشعرات دي المفروض ان هي يعني تكون سهلة بالنسبة لكم. بلاقي ناس يعني بتعاني او بتلاقي صعوبة في تركيب الشعرات دي. ان شاء الله بإذن الله هنركبها مع بعض، وهنشوف الطريقة بتاعتها السهلة، وان شاء الله كل حاجة مع بعض كده يبقى الدنيا سهلة بالنسبة لكم ان شاء الله. وتحاولوا يعني مثلا توفروا في الاسكوتش زي ما انا بلف دي كده، بدل ما اعملها وتهدر، لا انا بلف دي كده علشان ما تهدرش معايا. تمام كده الشعرات بتاعتنا بنرسمها كلها. دي الشعرات برضو بتاعت الرتبة، نحاول نعملها كده نرسمها برضو. دي بتركب في اللياقة فوق، الدنيا تبقى يعني ايه سهلة ان شاء الله بالنسبة لكم. ان شاء الله نخش بقى يعني نشوف الشرح العملي مع بعض واحدة واحدة، ونشوف طريقة التأييف او التقسيم او التصغير ايا كانت اللهجة بتاعتكم. الناس اللي بتتابعنا من جميع الدول العربية، احنا بنحاول نسهل اللهجة عليكم قدر المستطاع. ولو في حد مش فاهم حاجة معينة او جزئية معينة، سيبولي كومنت كده، وان شاء الله بإذن الله نوضح لكم كل شيء بفضل الله. كده رسمنا الشعرات، تمام. هنقص على طول الشعرات بقى بتاعتنا، تمام. دورانات، انا ما بقفلش المقص بالدورانات، باخد المقص بدوران كده علشان الدوران بتاعي يبقى مظبوط. وكده كده انا راسم بالقلم، فالدنيا هتبقى سهلة معايا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الناس برضو، انا عندنا طبعا جروب الماسنجر وجروب الفيسبوك والتليجرام. التليجرام جميل جدا برضو، الناس اللي حابة تشترك طبعا او تتابعنا تشترك في الجروبات دي، هتلاقوها في اسفل وصف الفيديو، تمام. طبعا وعندنا برضو كورس كامل لتعليم المبتدئين من الصفر، الناس اللي هي ما عندهاش، الناس لسه مبتدئة ما عندهاش خلفية جامدة بالخياطة. كده قصيت السكوتش كله عشان الوقت بتاع الفيديو. نخش بقى كده ونركب الخشن يا جماعة. الخشن بيركب في الشعار ده كده، الشعار ده كده علم مصر اهوت، بنركب الخشن فيه السكوتش الخشن، ومن تحت كده لو هنشوفه مع بعض، تمام. او اي زيادة خفيفة كده انا بشيلها بحيث الدنيا تبقى تمام معايا، مفيش اي حاجة ظهر، تمام. خش برضو اجيب الشعار اللي بعده ونحط الخشن، او الخشن اهو يا جماعة، الخشن اللي بيبقى في الشعار، والناعم بيبقى في الجسم، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. كده الدنيا بالنسبة لكم يعني ما شاء الله سهلة اهيت بالنسبة لتركيب الشعرات. قصيت مظبوط، هتلاقي كل حاجة طالعة مظبوط، مش هتحتاج تعريش ولا أي حاجة خالص. ملحوظة بس اللي هنا، ان انتوا تخلوا بالكم الخشن يكون في الشعرات والناعم يكون في الجسم، تمام. كده يبقى احنا الشعرات خلصناها مع بعض اهيت. نخش بقى في طريقة التقسيم او التأييف مع بعض كده بالراحة. زي ما قلت لكم عندنا كورس كامل لتعليم الخياطة المبتدئين من الصفر، تلاقوا الفيديو الاول كده والتاني والتالت والرابع مرسوم عليه كده صورة مكنة الخياطة، تمام. بنجيبها من البداية للنهاية، يعني الناس اللي تاخد الكورس ده للآخر للنهاية بفضل الله نقدر نقول ان هم يعني يقدروا يشتغلوا، يعني يفتحوا نفسهم مشروع ويشتغلوا والدنيا معاهم تبقى زي الفل بفضل الله. بعد كده انا بخش بقى ايه على طول كده بركب السوستة بتاعت البنطلون اهوت. في ناس ما بتحبش الزراير في البنطلون، بتركب سوستة
واحدة كده، انا بتبت على السوستة جامد شوية في البداية كده علشان خاطر ما يحصلش فيها قطع عشان الخامة قوية. بعد ما اديها مكنة كده برجع اديها مكنة كمان اهو علشان تبقى السوستة قوية، يعني ايه الخياطة قوية والدنيا تمام زي ما انتوا شايفين كده. باجي بقى ارد السوستة من الداخل بالشكل ده، واخدين بالكم انتوا ان في خياطة للبتاليتة تانية، خياطة تانية خالص دي انا هشيلها بعدين، بسيبها زي ما هي لما اخلص السوستة بتاعتي وبرجع اشيلها بعدين، وبخلي السوستة بتاعتي تبقى قوية ومتينة علشان ما يبقاش في اي خلل خالص، او السوستة تتقطع، او الخياطة مثلا تبقى مثلا ضعيفة على السوستة او على القماشة، الدنيا تبقى تمام معانا. زي ما قلت لحضراتكم عندنا جروبات ماسنجر والفيسبوك، وعندنا التليجرام الجميل، الروابط دي هسيبها لكم في اسفل وصف الفيديو علشان الناس اللي حابة تتابع معانا او الناس اللي اول مرة تشوفنا. هنا هدور الدوران الاخير الحتة اللي تحت بتاعت الباتاليتا دي، وخلي بالي من الحديدة بتاعت السوستة علشان لو الابرة جت عليها هتكسر الابرة، وممكن لا قدر الله تعمل خلل في الكورشيه. طبعا انتوا كمبتدئين هتبقى العملية دي صعبة بالنسبة لكم في ضبط الكورشيه. ان شاء الله هحاول برضو اعمل لكم شرح كامل، فيديو كامل لطريقة ضبط الكورشيه بتاع المكنة. طبعا ده للمحترفين والمبتدئين كله، علشان في ناس كتير جدا 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 ما بتعرفش تظبط الكورشيه بتاع المكنة، ناس بقالهم سنين في الصنعة وما يعرفوش يظبطوا الكورشيه بتاع المكنة. ان شاء الله ونعرفكم يعني الحلول مثلا للمشاكل بتاع التقطيع بتاعت المكنة، الحاجات دي كلها هنشوفها مع بعض. الاكسات طبعا انا فككها ومصغرها بالمقص شوية، وبس بركبها على طول بالمكنة اهوت، دي اسمها الاكسات او عراوي علشان اللهجة بتختلف من دولة لاخرى كده. ان شاء الله باذن الله الشرح بتاعنا يبقى ايه واضح بالنسبة لكم. الاكسات كلها، حتى الاكسات اللي تحت العروة العريضة دي اللي في القمر برضو كذلك بصغرها علشان العروة تبقى على قد الايش بالظبط، ما يحصلش في خلل او يبقى في عدم راحة بين العروة وما بين الايش. ناس برضو اللي بتشاهد تتابع الفيديو، تتابع الفيديو بتاعنا للنهاية علشان خاطر في يعني حاجات كتير بتبقى يعني في داخل الفيديو فايدة كبيرة جدا، الناس اللي ما تستعجلش وتخرج من الفيديو. تمام كده بضيق البنطلون بتاعي، والتضييق بتاعي لازم يبقى بخبرة كويسة كده وبدراية كويسة، ان انا بقى عارف ان انا بضيق ازاي، الفخدة قد ايه، والرجل من تحت تبقى ضيقة قد ايه، والحجر بتاعي هل هضيق منه ولا مش هضيق، الحاجات دي كلها وانت او انت واخده المقاسات يبقى ايه مخليين بالكم من الحاجات دي كلها. هاجي لحد هنا واقف. تمام ممكن اطلع بيها طوالي، بس طبعا علشان الشرح الدنيا تبقى سهله بالنسبه لكم، ما يحصلش رجل ضيقه او رجل واسعه او اي حاجه من الحاجات دي. نفس التضييق اللي انا عملته في الرجل الاولانيه باجي هنا بقيس عليها اهوت، وبضيق الرجل التانيه عليها بالظبط. الرجل بتاعتي 17 سنتي من تحت، هو عايزها ضيقه كده. والبدايه بتاعت الدخله بتاعت المكنه يعني ايه بكون موسع سنه، وبعدين اخش على ضيق سنه علشان لما اجي اتني الرجل بتاعت البنطلون ما يبقاش فيه خلل او عبعبه او تكسير في الخياط. زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، هو كده وصلنا بسلام للحجر والدنيا تمام. الزياده دي اشيل الزياده دي بمكنه السرفله، واخلي زيادة شوية بسيطة حتى لو هشيلها بالمقص كده. تمام اهو تمام، واسرفلها كده، شلنا الزيادة وسرفلناها بالمكنة بتاعت الاوفر او السرفلة او السروجي ايا كان المسمى بتاعكو، وبتني الرجل كده الحتة اللي هي اللي في النص دي او اللي مفتوحة دي بسلاسة كده. شوفوا التانية سهلة ازاي وحلوة ازاي علشان خاطر انا الدخلة بتاعت المكنة بتاعتي في التضييق مظبوطة من البداية. تمام الرجل التانية برضو كذلك اهوت زي ما حضراتكم شايفين. انا بحاول ان انا اقصر في وقت الفيديو على قد ما اقدر، بس في نفس الوقت
مخبيش عنكم اي حاجه، كل الفايده تبقى انتوا استفدتوها، والشرح كامل من البدايه للنهايه، ما يبقاش فيه قطع اي حاجه كده. برضو السوسته بتاعتنا تمام اهيت، والدنيا تمام. خياطه بس اللي هي القديمه هشيلها لسه، تمام كده. البنطلون خلص والدنيا معانا تمام. نخش بقى في الستره او الجاكيت على طول كده مع بعض، تمام. والحاجات المهمه اللي هي الشعرات يا جماعه، شعرات برضو طريقه التركيب بتاعتها بتبقى ازاي، والمسافات والحاجات دي كلها لازم نبقى عارفينها، علشان ما تبقاش عاليه وواطيه او مايله او في خلل او اي شيء او ما شابه يعني، تمام. الشعرات بتاعتي لازم ابقى عارف الاتجاهات بالظبط، اليمين بيركب فيه ايه والشمال بيركب فيه ايه، وهسيب لكم صوره نهائيه برضو بالاشكال، طبعا الشكل النهائي علشان تبقوا عارفين الاتجاهات. بلف الاسكوتش بقى الناعم، الناعم يا شباب اللي احنا قصينه مع الخشن، بدور بالمكنه كده، وخلي بالي ما يبقاش في ميل في الشعار، والشعار يبقى مظبوط مفيش اي خلل فيه خالص، الدنيا تبقى تمام. اهو ده الشعار الاولاني، تمام. بعد كده بخش الشعار اللي فوق منه، والمسافه زي ما انتم زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت. لو حبينا نقول المسافه بتبقى قد ايه، هنقول مثلا من فوق مثلا اعمل حوالي 12 سنتي الشعار الاولاني ده، واسيب مسافه صغيره كده واعمل الشعار التاني بعد منه، علشان الناس اللي برضو بتتلخبط في المسافات او حاسه ان هي صعبه بالنسبه لها كده. الكم الاولاني انا طبعا فاتح الكم يا شباب، انا فاتح الكم زي ما انتم شايفين لحد البطا اهوت، علشان اركب الشعار بتاعي مرتاح والدنيا تبقى تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. الكم لو مقفول طبعا هيبقى فيه صعوبه، هيبقى فيه صعوبه شويه. لا الكم انا بفتحه كده كده، انا هضيق الكم فبفتحه الاول اركب الشعارات بتاعتي، واخلي الميل بتاعي في بتاع علم مصر ده يكون ناحيه الصدر شويه، علشان يبقى ظاهر والشخص دوت لابس الحاجه دي. الشعار اللي فوق منه اهوت، وبرضو هوريكم صوره نهائيه او مع بعض كده، هنشوف الشكل النهائي مع بعض علشان يبقى احنا شايفين الشعارات شكلها ايه والدنيا شكلها ايه، كل حاجه تبقى تمام معانا. نخش بقى في السكوتش بتاع الكم يا شباب. قبل ما انا اقفل الكم، قبل ما اقفل الكم هركب السكوتش بتاعي اهوت. خلي برضو هقفل اخيطه الاول كده واشيل الزيادة عشان الدنيا معايا تبقى تمام اهوت. كده علشان لما يضيق او يوسع الكم براحته خالص، يشمر الكم يتوضى عادي مفيش مشاكل، الدنيا معانا تبقى سهلة. الخشن برضو بركبه في العروة اللي معمولة دي، وبركب الناعم في الجسم بتاع الكم زي ما حضراتكم شايفين اهوت بكل سهولة كده، واخلي فيه زيادة شوية تمام علشان يعرف يضيق او يوسع الكم براحته، تمام. وانا بضيق الكم بقى زي المقاس اللي انا واخده، وزي ما قلت لكم عند فوق الريس بتاع الايد كده قبل الكوع بشويه، دي اضخم مسافه او اضخم حته في قبل تشمير الكم يعني، باجي لحدها وباخد المقاس النهائي بتاعي وبضيق زي ما احنا شايفين كده من عند فوق الكوع كده، باخد زياده شويه علشان ما يبقاش في واسع في الكم، تمام. وتحت الباط برضو بتاعي الجيرو بتاع الكم زي ما احنا عارفين اهوت، خد بالكم. وطبعا التوسيعه بتاع او التضييق بتاع الجنب ده انا بنقله كده وبثبته بالمكنه بره الاول، وبعدين بخيط عليه، اديت فرماتور عليه اهوت علشان
يبقى الدنيا تمام. هشوفه هنا بقى بطلع لبره ازاي شويه، ما بضيقش بنفس التضييق، لازم اطلع لبره شويه عشان الهنش اقرب طبعا. تمام كده، الجنب التاني برضو انا عملته علشان وقت الفيديو، هو نفس الجنب الاولاني دوت علشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم والدنيا كلها، يبقى انتوا شايفين كل المراحل يعني. بتني طبعا الحته بتاعت الكم اللي باقيه دي اللي تحت، بخيطها اهوت، خيطناها كده الدنيا تمام. ونشوف مع بعض هنلاقي الدنيا تمام والشكل تمام. هاتني الكم التاني، وطبعا الزيادة بتاعت الجناب هشيل نصها واخلي نصها برضو بمكنة السرفلة تمام، علشان ما يبقاش في تخانة جامدة تعمل لي مشكلة او تعمل لي مثلا عبعبة او تخلي الشكل بتاعي مش ظريف من بره. تمام بعد كده خلصت انا الكمين اهوت، خلصت الكمين طبعا والديل طبعا سرفلت سفر يعني سرفلنا الديل اهوت مع بعض، عملنا اوفر او سرفله، بنتني الديل مع بعض كده ونخيط الحته اللي تحت دي، كذلك الحته التانيه او الديل التاني برضو الحته التانيه اللي زي دي اهي كده الدنيا تمام. كده يبقى احنا خلصنا، باقينا بس الشعرات دي. طبعا انا بوريكم شكل الشعره يبقى عامل ازاي علشان هركب السكوتش طبعا، ونفس المسافه ونفس الدنيا كده اهو، علشان نفس الميل الخفيف كده، وعلشان الدنيا تبقى معانا تمام. بسيب نص سنتي كده من قبل اللياقه، من عند تانيه اللياقه، وبركب معاكم اهوت. طبعا اي حد يعني يستفاد او يستفيد من الشرح ده، ما تنساش طبعا تدي لايك. نخلي الشعر بتاعنا بميل خفيف كده زي ما هو راكب كده عشان الدنيا تبقى تمام، ولازم اسيب حوالي نص سنتي قبل الاخر بتاع اللياقه كده، واركب الشعر بتاعي بنفس الميل بتاع الاتجاه التاني علشان يبقوا مقابلين بعض كده والدنيا تمام، والشخص اللي قدامي لابس الحاجه تمام والشكل العام بتاعه كويس جدا، يبقى حاجه تشرفك انت طبعا. زي ما قلت لكم، الناس اللي اول مره تتابعنا ما تنساش اللايك الجميل بتاعنا بتاعهم للفيديو، والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس اهم شيء علشان يوصلك كل جديد. ده الشكل النهائي بتاعنا اهوت، وادي الشعرات راكبه زي يعني شايفين الشكل تمام. السوسته اللي انا حاططها دي علشان الاسم بتاع الراجل ما يبانش طبعا علشان الخصوصيه، وطبعا السكوتش بتاع الكم اهوت بوسع وضيق والدنيا معايا تبقى تمام. الى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.